فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفه اصحاب الجحيم لابن تيميه ولو شاء, الله ولو شاء الله لجعلكم امه واحده لجعلكم على شريعه واحده ولم تختلفوا ولكن امر الله جل وعلا نافذ في وقوع الاختلاف من باب الابتلاء والامتحان ولو شاء الله لجعلكم امه واحده ولكن ليبلوكم فيما اتاكم، ليبلوكم يعني ليختبركم فيما اتاكم. فالله قادر على ان يجعل الناس كلهم مؤمنين موحدين ولكنه سبحانه وتعالى اراد ان يبتليهم ويمتحنهم ويكون ايمانهم عن اختيار، عن اختيار وعن قبول ولا يكون ايمانهم عن اجبار. وإنما عن اختيار ومشيئه لهم فمن شاء فليؤمن ومن شاء. ومن شاء فليكفر هذا من باب التهديد لا من باب الاقرار كما يحتج بعض الناس بان الناس احرار من شاء أن يؤمن ومن شاء ويكفر. ان يكفر ويقولون هذه حريه الراي وحريه العقيده لو كان الامر كذلك محتاج الى ارسال الرسل وانزال الكتب الكتب كل ياخذ رايه وخلاص لكن الله جل وعلا يريد طريقا واحدا من سلكه نجا ومن خالفه هلك فالله جل وعلا أراد أن الناس يكونون يأتون الأشياء عن اختيار وعن إرادة وعن مشيئة منهم فإن كانت خيرا حازوا على الصلاح والفلاح وإن كانت شرا حازوا على الخسار وهذا فعلهم هم وهذا اختيارهم هم فجعل الاختيار لهم في هذا الأمر جعل الاختيار لهم في هذا الأمر ولكن المؤمن لا يختار إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى وأما المنافق والكافر فيختار ما, ي... ما ترضاه نفسه ولو أسخط الله عز وجل